اهلا فيك معاليك مجددا على شاشه العربيه والحدث. اهلا بك. اهلا معاليك. سبتمبر 2021 سالتك عن مستقبل منطقه الخليج، قلت انذاك انك متفائل بمستقبل دول مجلس التعاون. اليوم اكتوبر 2023، بعد المتغيرات التي شهدناها في الفتره الاخيره خصوصا في ملف التهدئه في المنطقه، كيف تنظرون للمستقبل اليوم؟ وهل يمكن القول ان التهدئه الان راسخه؟ ممكن القول ذلك، هي عملية مستمرة، والتفاؤل دائما هو عنواننا، ونستمر في العمل من أجل تحويل هذا التفاؤل إلى واقع معاش، لأنه في نهاية المطاف من يستفيد من الاستقرار والأمن والرخاء هم أبنائنا، أبناء هذه المنطقة. والحمد لله كما لاحظت خلال الفترة الماضية هناك تطورات إيجابية كثيرة في إطار العلاقات الخليجية الخليجية أو الخليجية مع دول الجوار الإقليمي. اليوم شغلنا الشاغل في هذه المنطقة بالذات هو كيف تحقيق السلام النهائي والدائم والشامل في اليمن الشقيق، ونعمل دائما مع الأشقاء المعنيين بهذا الملف لبلوغ هذا الهدف السامي، لأنه المعاناة طالت أمدها في هذا اليمن الشقيق، ونود أن نرى اليمن السعيد في أقرب فرصة.